السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. في هذا الدرس سنتطرق إلى مبرهنة فيرما الصغرى، سنتطرق إلى مبرهنة فيرما الصغرى. هي تدخل في إطار الرياضيات، وتدخل بالتحديد في إطار نظرية الأعداد. تدخل في إطار نظرية الأعداد، يعني هي نظرية فيرما بي يكون بي عدد أولي، يكون في عدد أولي. أنا صورت يعني فيديو البارحة ونشرته في يوتيوب يعني البارحة، ولكنني قررت أن أزيله، لأنني قلت بأن ذلك العدد بي هو عدد لا يشترط فيه أن يكون عددا أوليا، ولكن هو يعني عندما نظرت يعني رجعت إلى كتاب ورجعت إلى ويكيبيديا، يعني وجدت بأن بي هو عدد أولي، ينبغي أن يكون بي عددا أوليا. وسنشاهد يعني السبب الذي جعل يعني يشترط في العدد بي أن يكون أوليا. إذا جيد، سنعطي البرهان. عندي برهانان على الأقل يعني، ولكن يعني أحدهما يعتمد على نظرية الزمر، بالتحديد نظرية لاغرانج، والثاني لا يعتمد على نظرية الزمر ولا يعتمد على نظرية مبرهنة لاغرانج. جيد، إذا ليكن بي عدد أو ليكن بي عددا أوليا. إذا بي عدد أولي، أ عدد أولي نسبيا مع العدد بي، أو عددان أوليان فيما بينهما. بتعبير آخر يعني أن بي ليس لديه قواسم. بتعبير آخر يعني هذا الكلام يعني كأننا نريد أن نقول بأن أ ليس مضاعفا للعدد P، لأنه إذا كان مضاعفا للعدد P فإن A P يساوي P، يساوي P القاسم المشترك، لأن P يقسم P و P يقسم A. ولكن نحن يعني A يعني القاسم المشترك الأكبر للعددين A و P هو الواحد. الكتاب الذي رجعت إليه ميرفيو، الكتاب الذي كنت عملت عليه فيما قبل، ميرفيو نومبر بروميير، يتحدث عن مبرهنة فيرما، ولنفس الكاتب يعني نفس الكاتب لو فاسينو نومبر بي. لماذا انا اتحدث عن هذا الكتاب لو فاسينو نومبر بي؟ ليس له علاقه بنظريه فيرما، ولكن يعني في احد التعليقات يعني كان طلب مني مشاهد يعني وصديق مشاهد لي ان اعطيه اسم الكتاب الذي أملكه حول العدد بي، وهذا هو الكتاب الذي أملكه حول العدد بي، لو فاسينو نومبر بي، وليس له علاقة بالعدد بي، ليس له علاقة بمبرهنة فيرما. هذا الكتاب يتطرق إلى ميرفيو نومبر بروميير، باللغة الفرنسية ميرفيو نومبر بروميير. هذا الكتاب يتطرق إلى مبرهنة فيرما. إذن فسنحاول أن نبرهن على هذا، على هذه، نبرهن على أن أوس بي ناقص واحد تساوي واحد بتردد بي، تساوي واحد بتردد بي. إذن هنا ثلاث علامة تساوي تتكون من ثلاث خطوط متوازية وتمثل التساوي بتردد بي. يعني بتعبير آخر، إذا قسمت على هذا العدد هذه الكمية التي توجد يسارا، إذا قسمتها على العدد بي فإن الباقي يساوي الواحد. هذا هو معنى هذا الكلام. إذن جيد، سأعطي برهانا بسيطا، سأعتبر هذه سأعتبر هذا التطبيق هو تطبيق هو n محصور ما بين صفر و p ناقص واحد. هو تطبيق سنحاول أن نبرهن بأن هذا التطبيق هو تطبيق تبايني، يعني ليس هناك عددان لهم نفس الصورة. إذن أنا أفترض خلفا بأن عددان لهم نفس الصورة، يعني m وإن لهما نفس الصورة، يعني بتعبير آخر MA يساوي NA، وإن يختلف عن N بتردد
بتردد بي في تردد بي. هذا هو يعني الفرضية التي يعني التي تمثل البرهان بالخلف. الفرضية التي تمثل البرهان بالخلف هو أنني أفترض بأن M و N لهما نفس الصورة بهذا التطبيق. إذن جيد، إذا كان عندي M A يساوي N A بتردد P، كما قلت ثلاث شرطات هنا، ثلاث خطوط أفقية. إذا M A يساوي N A بتردد P، فإن يعني أختزل بال A، فإن M يساوي M يساوي N، M يساوي N. هنا مربط الفرس، هنا مربط الفرس، مربط الفرس في هذا البرهان هو هذا. أختزل، الكلمة أختزل، ما الذي مكنني من أن أختزل؟ هل يعني في هذه المجموعة، في هذه المعادلة لا يمكن أن أختزل ببساطة إلا إذا كان، لا يمكن أن أختزل ببساطة إلا إذا كان لأ عدد، إلا إذا كان لأ مقلوب، إلا إذا كان لأ مقلوب في يعني عندما نقسمه على العدد بي. بتعبير آخر يعني هل يوجد واش كاين واحد بي حيث أ بي يساوي واحد بتردد بي؟ هل هذا العدد موجود بتردد بي؟ لأن إذا كان هذا العدد موجود، إذا كان هذا العدد موجود يكفي أن أضربه يعني من الجانبين، يعني أضرب من هذا الجانب وأضرب من هذا الجانب ويتم الاختزال، ويتم الاختزال لكي يكون هذا العدد موجودا الذي قد أسميه بي، ولكن أيضا قد أسميه أ أس ناقص واحد، يعني مقلوب العدد، مقلوب العدد أ في هذه الزمرة. هذا العدد هو موجود لأن بي عدد أولي، ولأنه عندما يكون بي عدد أولي فإن جميع الأعداد عندها مقلوبات. يعني هذا درس آخر، هذا درس آخر، يعني كما قلنا يعني متى تصير هذه الزمرة حقلا، متى تصير هذه الزمرة حقلا؟ أجبنا على هذا السؤال في فيديو سابق. تصير حقلا عندما يكون هذا العدد بي مساويا عندما يكون هذا العدد بي أوليا، يعني أن أي عدد يكون لديه مقلوب، هذا شرط من شروط تعريف الحقل. فيلد 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 هو بتعبير يعني أبسط، بتعبير أبسط بالنسبة للأشخاص الذين لا يريد، لم يدرسوا يعني الجبر في هذا الدرس بعد، يعني مبرهنة لوزو. مبرهنة لوزو لتيورم دي لوزو تقول بأن A و B يعني إذا كان A، إذا كان يعني A و B عددان أوليان فيما بينهما فإنه يوجد U و B حيث U A زائد B زائد P V يساوي واحد. P و A عددان أوليان فيما بينهما لأن P عدد أولي، إذن فهو عدد أولي مع جميع الأعداد. ويكفي أن يعني أنا بي في تساوي من الجانب الآخر، فتصير اي يساوي واحد بتردد بي، وهذا الاي هذا هو العدد الذي نبحث عنه، هو ا ناقص واحد ومقلوب ا. إذن شرط العدد بي أنه يكون أولي موجود هنا. إذن يكفي يعني هذا الشرح، أعتقد بأنه يكفي من أجل أن أستطيع أن أستعمل مصطلح أختزل، أختزل بالآ، أختزل بالآ. إذن وجدنا بأن إذا كان NA يساوي NA فإن N تساوي N، تساوي N. إذن هذه المجموعة، هذه المجموعة، هذا التطبيق، هذا التطبيق الذي عرفناه هو تطبيق تبايني. هذا التطبيق هو تطبيق تبايني، بمعنى بتعبير آخر بأن جميع صور العدد n هي مختلفة عن بعضها البعض. عندما يختلف n من صفر، n ناقص واحد هو صفر، هو واحد إلى حدود n ناقص واحد، كل واحد عنده صورته الخاصة. صورة صفر هو عدد، صورة واحد هو عدد آخر يختلف عن عدد، عن صورة صفر، وهكذا. يعني هذا يمكننا من الكتابة، يعني يمكننا من الكتابة، يعني يمكننا من الاستنتاج، يعني واحد مضروبة في اثنان
مضروبة في 3 مضروبة في n ناقص 1 تساوي نفس المجموعة تساوي a مضروبة في 2a مضروبة في 3a مضروبة في n ناقص 1 a بتردد p. ونفس الشيء اختزل بالواحد واختزل بالاثنين واختزل بالثلاثة واختزل بN ناقص واحد. جميع هذه الأعداد هي أعداد أولية مع P، إذن يعني مقلوباتها موجودة، ويعني عندما اختزل ستصير عندي واحد يساوي كم عدد العدد المرات الذي يوجد فيها A المرة الأولى المرة الثانية إلى حدود المرة N، يعني A أس N ناقص واحد بتردد P أو بتردد P من الجهة الأخرى. إذن تصير عندنا A أس N ناقص واحد تساوي واحد بتردد P. وهذا ينهي برهان مبرهنة فيرما الصغرى. ويشترط في مبرهنة فيرما الصغرى أن يكون P عددا أوليا، يعني هو شرط كافي. يعني كان ممكن أن نمر يعني إلى مبرهنة فيرما بدون أن نستعمل، يعني أن نفترض بأن P عدد أولي، ولكن هذا سيدخلنا في يعني أعداد أخرى تسمى أعداد كارميكا L، ويعني درس آخر يعني. وأعتقد بأن هذا ينهي البرهان على مبرهنة فيرما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولدينا يعني ينتظرون المزيد، وشكرا.